في أماكن النزاعات تشكل غرف العمليات الجانب الأكثر ظلمة من مظاهر الحرب والقهر. هنا في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وجد الأطباء حلاً في الاستعانة بالخبرات الطبية في الخارج من خلال التواصل المباشر عبر موقع فيسبوك في ظل نقص حاد في الجراحين والمواد الطبية. فلا خيطان جراحة ولا قفازات ولا حتى أنابيب تنفس يمكن التخلي عنها في هذه الظروف. كدكتور طبي في الغوطة الشرقية نقوم بإجراءات غير مرغوب فيها طبياً، بتعقيم أغلب المستهلكات الجراحية كالكفوف الجراحية، توبات الرغامة، حتى الشفرات الجراحية، خيوط الجراحية، حتى لو كان مقدار قطبة أو سنتي نقوم بإعادة استخدامها، مع أن هي مخصصة لاستخدام المريض واحد. أنس ظاهر ممرض يضع قفازاته هنا ليتم تعقيمها من جديد. بعد ما نغسلهم بالماء والصابون نفركهم منيح من الدم. وهنا يقوم ممرضان آخران برش البودرة على القفازات المعقمة ومن ثم يضعانها في وعاء. وعلى غرار ذلك يتم تعقيم خيوط الجراحة. عنا مكنة صغيرة، خيط، جبنا خيط صرنا نساوي، يعني طبعا ما مغطين احنا شيء، يعني قدر الإمكان حالة بديلة عن هالوضع اللي نحن فيه. وفي الطابق السفلي يعد بعض أعضاء الفريق الطبي المكملات الغذائية للأطفال وسط نقص المساعدة الإنسانية، وإلى جانبهم تخفف سوزان مسحوق الأرز بالماء لإطعام ابنتها. الرز ما بيعطي البشي، يعني كل شهر أخذنا هذا الشهر راحت مع الشهر الجاي، شو بده يقعد مع هذا الرز؟ ما بيقعد مع البشي، وطفلة يعمل ست شهور بدي أكلها ما بيعطي البشي، هذا الطفل الذي تمكن الجراحون من تخطي عقبات العملية التي خضع لها بمساندة آخرين عبر فيسبوك لم يتحمل قلبه الرقيق مقاومة مضاعفات العملية لأكثر من 48 ساعة نتيجة نقص الأدوية والتغذية، ويعاني أكثر من 1100 طفل من سوء التغذية في منطقة الغوطة المحاصرة معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق منذ العام 2013.